فإن من قصص القرآن الكريم التي قصها الله علينا في كتابه قصة نبي الله يونس عليه السلام، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه متى. رواه البخاري رحمه الله تعالى. لقد ذكر الله تعالى قصة يونس في القرآن الكريم في سورة الأنبياء بعد أن سبقتها قصة إبراهيم ولوط وإسحاق وداود وسليمان وأيوب، ثم ذكر بعد يونس عليه السلام قصة يحيى وزكريا وعيسى عليهم السلام. وهذا يمكن أن يستدل به على أن يونس عليه السلام عاش في الفترة الزمنية بعد داود وسليمان وأيوب، قبل يحيى وزكريا وعيسى عليهم السلام. بعث الله تعالى يونس بن متى إلى بلدة نينوى التي تقع قريبا من الموصل شمال العراق، وكانت في وقت من الأوقات عاصمة للآشوريين. وقد كان هذا النبي الكريم من بلدة نينوى، وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد إلى الطائف وقابل عداس قال: من أي البلاد، من أهل أي البلاد أنت يا عداس، وما دينك؟ قال: نصراني وأنا رجل من أهل نينوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال له عداس: وما يدريك ما يونس بن متى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فهذه الرواية إذا ثبتت فإنها تؤكد أن يونس عليه السلام كان من تلك البلدة. قال الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال عز وجل في سورة نون: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فسماه الله تعالى ذا النون، وهو لقب ليونس عليه السلام. إذن يونس هو اسمه، وذا النون لقب. أضيف يونس إلى النون فقيل عنه إنه ذو النون، لأن النون وهو الحوت ابتلعه، فالنون إذن هو الحوت. سمي صاحب الحوت لأنه كان ملازما له وهو في بطنه عندما ابتلعه الحوت وبقي حيا فيه بإذن الله تعالى. والله عز وجل ذكر أنها صحبة، وأنعم بها من صحبة، بين صحبة يتشرف فيها هذا الحوت في البحر بنبي الله يونس وهو في بطنه، فكأنه كان معه مصاحبا له. وهكذا كان ابتلاع الحوت له في الحقيقة حراسة له من بقية الأسماك المفترسة أو أن يغرق في البحر، فكان ابتلاع الحوت ليونس عليه السلام حفظا بأمر الله لنبيه. لكن لماذا ذهب في البحر؟ قال تعالى: إذ ذهب مغاضبا. قال الحسن والشعبي وسعيد بن جبير: مغاضبا يعني لربه عز وجل، ومعنى مغاضبا لربه يعني غضبا من أجل ربه، ليس غضبا من ربه لكن غضبا لأجل ربه. مغاضبا لربه، مغاضبا لربه عز وجل، فالعرب تقول غضبت لك يعني من أجلك. قال تعالى: كذلك كدنا ليوسف يعني من أجل يوسف. فالكيد ليس واقعا على يوسف، الكيد من أجل يوسف ولمصلحة يوسف. فذا النون ذهب مغاضبا لربه يعني من أجل ربه، أي غضب لله سبحانه وتعالى، والمؤمن يغضب لله عز وجل. وكانت المغاضبة بين يونس عليه السلام وبين قومه الكافرين لأنهم تمردوا عليه وعصوا ورفضوا دعوته ولم ينقادوا ولم يستجيبوا لما جاءهم به، فغضب منهم وخرج من بين أظهرهم بعد أن واقع بهم بعد 3 أيام أنذرهم العذاب. فلذلك ضاق صدره منهم ولم يصبر عليهم فذهب. لكن بعض الناس ربما فهم أن يونس عليه السلام
لم يصبر وأن هذه منقصة، وما بعث الله نبيا إلا وهو حليم واسع الصدر يصبر على الدعوة ويتحمل ما يلاقيه. ويونس واحد من أنبياء الله الكرام، فغادر قومه لما ظن أن مهمته فيهم انتهت وتوقفت عند هذا الحد. وهذا هو الأحسن من أن نقول إنه غضب ولم يكمل الدعوة، لا، هو غضب منهم لكن بعد أن غضب لله، لكن بعد أن استنفذ الوسائل وظن أنه لا مقام له بينهم وأن القوم ما في منهم فائدة. وعلم أن العذاب واقع بهم بعد 3 أيام، فخرج من بينهم بعدما توعدهم بنزول العذاب. ولذلك لما بدأت بوادر العذاب تظهر وأظلهم، لكن ما نزل، لو نزل ما ارتفع، لما بدأت البوادر وأحسوا القوم أحسوا أنهم سيهلكون تضرعوا ورفع عنهم، ولم يعلم يونس نبيهم بتوبتهم، ولذلك أكمل طريقه في البحر وحاول اللحاق به، لكن فاته أو فاتهم أن يلحقوا به، فاتهم ولم يستطيعوا اللحاق به. ويقال إنه غاضب قومه حين طال عليه أمرهم وتعنتهم، فذهب فارا بنفسه ولم يزدد صبرا على أذاهم. وقال الضحاك إنه خرج مغاضبا لقومه لأن قومه لم يقبلوا منه وهو رسول الله عز وجل فكفروا به، فوجب أن يغاضبهم، وعلى كل أحد أن يغاضب من عصى الله عز وجل. وقيل إنه خرج مغاضبا للملك الذي كان يرأس قومه. هذه بعض الأقوال التي قيلت في قوله تعالى مغاضبا، فظن أن لن نقدر عليه. ما معنى أن لن نقدر عليه؟ قد تفهم هذه الجملة أيضا فهما خاطئا إذا لم نعرف معنى نقدر. ليس نقدر بمعنى نستطيع، لكن نقدر بمعنى نضيق، لأن هذه من قدر وليس من قدر. والله سبحانه وتعالى قال ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذا قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه. فإذا قدر يعني ضيقة. بعضهم فهم أن قدر من قدر، فالتقى الماء على أمر قد قدر يعني قدر، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سماها الله تعالى ظلمات بالجمع لأنه فيها ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. وقد روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال مررت بعثمان بن عفان رضي الله عنه في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد عليه السلام، فأتيت عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء مرتين؟ قال لا، وماذا؟ قلت ألا لا إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد عليه السلام. فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه فقال ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام؟ قال ما فعلت؟ قال سعد بلى حتى حلف وحلفت. ثم إن عثمان ذكر فقال بلى وأستغفر الله وأتوب إليه، إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. يعني فكأنه الآن ما رأى سعد أصلا مع أنه مر أمامه ووقف أمامه. قال سعد فأنا أنبئك بها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدمي الأرض فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا أبو إسحاق؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فما؟ قلت لا والله إلا أن ذكرت لنا أول دعوة. يعني أنت بدأت تذكر لنا ما هي أول دعوة ثم انقطع الكلام بمجيء الأعرابي، وأنا حريص على الفائدة والعلم فتبعتك حتى أسألك ما هي أول دعوة هذه. ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك؟ قال نعم، دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين،
فإنه لم يدعو بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له، رواه أحمد والترمذي والنسائي في اليوم والليلة. إذن هذه العبارة التي كان عثمان رضي الله عنها إذا ذكرها ما عاد يفسر ما أمامه، فكأنه إذا ذكرها تغشته هذه العبارة بمعناها وأثرت به وصار لها أثر كبير على نفسه، لدرجة أنه لا يعود يبصر شيئا من تلبسه بها ومعيشته في جوها، بحيث أنها تمنعه من الإحساس بما حوله. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس بن متى، لماذا وما معنى هذا؟ قالها عليه الصلاة والسلام تواضعا لله تعالى، ولعله لم يكن قد أوحي إليه في ذلك الوقت أنه خير من كل الأنبياء على ما قاله بعضهم، وقال بعضهم إنما قصد بها صلى الله عليه وسلم التواضع، وأنه عليه الصلاة والسلام كره أن يقال فلان أفضل من فلان إذا كان فيه تنقص، يعني أنه لا تقولوا أني أنا أفضل من فلان إذا كان قلتموها بطريقة يترتب عليها تنقص من النبي الآخر، لأنه ربما يكون النقاش بين واحد مسلم ويهودي مثلا، فاليهودي يقول موسى أفضل، المسلم يقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل، وهكذا يصير هناك تراد، فربما يطغى المسلم في النقاش فيأتي بها بطريقة تشعر بأن هناك انتقاص من نبي الله موسى. فإذا المقصود لا تفضلوني تفضيلا يترتب عليه أو يفهم منه أن الشخص الآخر المفضل عليه فيه نقص مثلا، ولا فإننا نوقن ونجزم قطعا ويقينا أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، وحوضه أكبر حوض ومقام المحمود، وله مزايا لا توجد ولا لأي نبي آخر، بل إن أمته من فضله أخذوا فضائل ليست لبقية الأمم ورخص ليست لبقية الأمم. قال تعالى عن يونس عليه السلام فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. استجبنا له دعاء ونجيناه من الغم في بطن الحوت في الظلمات، هذا غم قذفه الحوت إلى الساحل، وهذا من حفظ الله تعالى لنبيه يونس عليه السلام، لأنه كان صاحب سجل سابق في الإيمان والدين. قال أبو إسحاق رحمه الله الإسفرايني صحب ذنون الحوت أياما قلائل فإلى يوم القيامة يقال له ذنون، فما ظنك بعبد عبده 70 سنة يبطل هذا عنده؟ لا يظن به ذلك، يعني أن الله سمى يونس أو أطلق عليه أنه صاحب الحوت مع أنه لبث في بطنه أياما. طيب فمن صاحب الصالحين وصاحب الأخيار وصاحب سنوات طويلة جدا فإن منزلته تكون وصحبته تكون لا شك أعلى وأفضل. نجيناه من الغم من بطن الحوت، داخل بطن الحوت في الظلمة في الخوف في الشدة غم ولا شك، وهو لا يعرف أن ستكون النتيجة والنهاية ماذا ستكون، وهو سيهلك يموت، كيف سيموت في بطن الحوت. قال وكذلك ننجي المؤمنين، يعني نخلصهم، يعني أن الله لله عاد في المؤمنين، لله عاد أنه ينجيهم، وكذلك ننجي المؤمنين، فهذه عادتنا في المؤمنين أننا ننجيهم ونخلصهم. قال ابن كثير رحمه الله أي إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إلينا، ولا سيما إذا دعوه بهذا الدعاء في حال البلاء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، هذا فإنه حري أن ينجو صاحب هذا الدعاء، خصوصا وقد روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذنون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في المؤمنين أنه ينجيهم بما شاء كيف شاء ما داموا متصفين بالإيمان ملتجئين إليه يدعونه سبحانه وتعالى في السراء والضراء،
وقد قال عز وجل عن يونس أيضا في سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى هرب شرد إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون بل يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. إذن الله سبحانه وتعالى يثبت الرسالة ليونس عليه السلام وأنه رسول بعثه الله إلى أمة كاملة من الأمم، وهو الرجل الصالح والنبي الصالح. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرهه فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب إليه فقال، يعني اليهودي: أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدا، يعني أنا من أصحاب الذمة وصاحبك لطمني وهذا في اعتداء علي وأنا من أهل الذمة وعليكم حمايتي، فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني للأنصاري، سأله: لما لطمت وجهه؟ فذكره، ذكر القصة، وأن اليهودي قال: والذي فضل موسى على البشر، وكيف يقول أنت أفضل الأنبياء؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه، ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخر بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي، يعني هل كانت تلك بهذه أم بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. رواه البخاري ومسلم. فهذه الأحاديث إما أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها قبل أن يعلم أنه أفضل من الأنبياء جميعا، أفضل من يونس، فلما علم ذلك قال: أنا سيد ولد آدم. والثاني الكلام الذي أشرنا إليه، أنه لا يجوز التفضيل على وجه فيه منقصة لنبي آخر من الأنبياء. وربما يعني يظن بعض الناس أن موسى ما قام بالواجب وما قام بالدعوة وأنه استعجل وأنه كذا، فيذكره على سبيل التنقص يعني. ولذلك حذر قال: لا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى، لا أقول. وهذا من دفاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن أخيه يونس عليه السلام. قال العلماء: وما جرى ليونس صلى الله عليه وسلم لم يحطه من النبوة مثقال ذرة، لأن بعض الناس ربما يظن أن يعني التقام الحوت ليونس هذه عقوبة من الله ليونس، وأن يونس قصر، وأن يونس فيه كذا وكذا، وأن هذا جزاؤه، وأن فيذكره على سبيل منقصة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر جدا من أن يحدث هذا. لكن ما معنى إذ أبقى إلى الفلك المشحون؟ نبي كريم يونس عليه السلام ورسول مبلغ عن الله، حليم منيب صبور داعية إلى الله عز وجل. أبقى يعني تباعد، غلام آبق يعني قد تباعد عن سيده. فلماذا عبر بأبقى؟ هل إنه خرج بغير أمر الله من البلد، يعني خرج قبل أن يقول الله له أخرج مثلا؟ يعني في فرق بين أن يقول له لا تخرج فيخرج، هذه معصية، وبين أن يستعجل فيخرج قبل أن يقال له أخرج، هذه أهون، هذه أهون، أن يخرج قبل أن يقال له شيء. فربما هو ظن أنه لا فائدة منهم، وأنه جاء الوقت الرحيل، وأنه أبقى وهرب من هؤلاء وشرد من المعرضين إلى جهة البحر، الفلك المشحون المملوء. الفلك طبعا يطلق على السفينة ويطلق على البحر، الفلك المشحون. وأن هذا الفلك السفينة لما ركبها يونس عليه السلام أصاب أهلها ريح عاصف، فقالوا: بخطيئة أحدكم، هذا قيل، قال: هذه خطيئتي فألقوني في البحر، فأبوا عليه. وقيل إنه صار لابد من إلقاء واحد، لأن السفينة إذا ثقلت ممكن تغرق، فيعمد بعض البحارة إلى تخفيف حمولتها، وإذا كان فيها ناس كثيرين من البشر فإنهم يتصرفون فيهم، يلقون بعضهم كما يفعل بعض هؤلاء، وخصوصا ممن يشتغلون
بتهريب البشر، فإنهم إذا حصل للسفينة ثقل في البحر أو شكت على الغرق خففوا من حملتها ولو كان من البشر، وألقى البحارة غلاظ الأكباد والقلوب من تصل إليه أيديهم من حمولة هذه السفينة. على أي حال المسألة تكلم فيها الفقهاء، لو أن أحدا يعني ركب السفينة مع قوم والسفينة صارت ثقيلة وأوشكت على الغرق، ولا بد من تخفيف الحمولة من البشر وإلا ماتوا كلهم، فماذا يحصل؟ طيب إذا تطوع بعضهم بإلقاء نفسه هل تنحل المشكلة أو لابد أن يضربوا القرعة حتى يكون مثل قصة يونس عليه السلام، وإن شرع لنا ما لم يتعارض ما دام ليس له معارض في شرعنا فأخذوها منها. قالوا إذا اضطر أهل السفينة إلى تخفيف الحمولة من أناس وإلا غرقوا جميعا فإنه يضرب القرعة والذي تخرج عليه يلقى في البحر. قال فساهم فكان من المدحضين، ضربوا القرعة من الذي يلقى فخرجت عليه. قيل أنهم كرروا ذلك، ساهم ضربوا القرعة الأسهم سهام القرعة فخرجت عليه ثلاثا، فلما رأى ذلك ألقى بنفسه في البحر تحت الليل فقيض الله الحوت فابتلعه. وقال بعض من المدحضين يعني من المغلوبين، رحم الله يونس عليه السلام حتى في ابتلائه وهو يريد أن يبتليه، ولذلك يسر له أسباب النجاة بحكمته عندما ألقي من السفينة وكان الحوت بانتظاره فالتقمه الحوت وهو مليم. فساهم فكان فالتقمه، كلها معطوفة بحرف الفاء تدل على الترتيب مع التعقيب الفوري، فهذه لقطات متتابعة سريعة يعرضها القرآن الكريم من قصة يونس عليه السلام، بمجرد أن السفينة صار فيها لابد من القرعة والمساهمة، وبمجرد أن خرج سهمه ألقي من السفينة، وبمجرد أن ألقي من السفينة التقمه الحوت وهو من جنود الله ولا يعلم جنود ربك إلا هو، سارع بتنفيذ أمر الله بالتقام يونس عليه السلام. نلاحظ الفعل هنا التقم فعل مقصود، التقمه الحوت، ولم يكن ذلك بدون التقم غير تعطي معنى التقصد، أن الحوت تقصد أن الله أمره أن يبتلع يونس فابتلع يونس عليه السلام. طبعا لقم الشيء يعني أخذ ابتلعه بسرعة، التقمه التقاما وابتلعه ابتلاعا، ولو كان غير ذلك لأطبق فكيه عليه وطحنه بأسنانه وغرز فيه أنيابه ومضغه مضغا، لكن من رحمة الله ولطف الله أن المسألة كانت ابتلاع وليست مضغا ولا عضا. فالتقمه الحوت وهو مليم، اللوم مليم من اللوم، واللوم معروف ما هو. وقال تعالى في سورة المؤمنون عن وصف عباده عباد الله المؤمنين، فمن ابتغى فقال سبحانه وتعالى فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن على أزواجهم أو ملكت أيمانهم لا لوم عليهم، لأن هذا حلال أباحه الله سبحانه وتعالى، إذا تعدوا هذه الحدود فهنالك اللوم وهنالك الاعتداء. المليم إذن أتى بما يلام عليه، المليم ما قيل من معاني من المليم من اللوم. طيب بأي شيء يلام، على أي شيء يلام؟ القضية كلها يعني ما قاله بعض المفسرين أنه غادر قومه بدون أمر من الله، استعجل، غادر القوم بدون أمر من الله سبحانه وتعالى وانتقل إلى موضع آخر دون توجيه من الله، وربما لو انتظر كانت النتيجة نفسها، لكن لأن الله سبحانه وتعالى عاتبه أنه خرج من القوم قبل أن يأذن له، فهذه ليست يعني معصية لكن استعجال، استعجال، لم يقل لا تخرج فخرج، لكنه استعجل فخرج قبل أن يقال له اخرج. يعني لوط عليه السلام أمر بالخروج مثلا، أقوام المعذبين قيل الأنبياء أن يخرجوا من بين أظهرهم قبل نزول العذاب مباشرة ولا يلتفت منكم أحد. يونس استعجل خرج قبل أن يقال له اخرج، فلعل هذا هو اللوم، هذا هو قضية سبب الابتلاء الذي حصل له. فلولا أنه كان من المسبحين،
نتصور الآن المشهد، يونس في بطن الحوت والحوت يسبح تحت الماء وينتقل به من مكان إلى آخر، فكأن هذا الحوت غواصة، يونس بداخلها تجوب البحار وتقيه من الأخطار والأهوال. يعني هو بطن الحوت الآن في الحقيقة يعني محفوظ من أشياء كثيرة، كان ممكن يغرق يموت، تأكله أسماك مفترسة مثلا، لكن الحوت صار بأمر الله مثل الوعاء الحافظ ليونس وهو يجوب به البحر. فلولا أنه كان من المسبحين، التسبيح صفة ملازمة ليونس، إنه من المسبحين أي الذين يصلون، ويطلق على الصلاة تسبيح، وسبحان الله يطلق عليها أيضا تسبيح. فالعمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثره، كان يصلي قبل ذلك لحفظ الله عز وجل فنجاه بذلك. لولا أنه كان له أعمال صالحة من قبل للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لكنه كان من المسبحين المطيعين من العابدين، كان له صلوات من قبل وتسبيحات، ما هو الآن في بطن الحوت بسبب الشدة صار يصلي ويدعو ويسبح، هو من قبل كان. لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فكان يعرف الله في الرخاء، قدم أعمالا صالحة كثيرة في الرخاء ولذلك نفعته في الشدة. وإن العمل الصالح ليرفع صاحبه وإذا عثر وجد متكئا، يعني واحد ما يكون له خبيئة عند الله عمل صالح، هذا معنى من عبارة من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل، يعني يدخرها لوقت الشدة، يدخر هذا لوقت الشدة، يعبد الآن في وقت الرخاء ما يدري، يمكن يأتي عليه أيام صعبة جدا لا ينجيه فيها إلا ما كان أسلف من قبل من الأعمال الصالحة. ولذلك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وحديث الثلاثة أصحاب الغار، هؤلاء يعني كان لهم أعمال صالحة فنجاهم الله لما احتاجوا إليها، عندما انطبقت عليهم الصخرة، ولا كان ماتوا مختنقين داخل الكهف أو داخل الغار. إذن كان ليونس تسبيح وصلوات وأعمال صالحة وأشياء مدخرها من زمان فنفعته الآن عندما صار في هذه الشدة، كان له تسبيح باللسان يوافق الجنان، ولذلك كان صوته مألوفا عند الملائكة لما صار يسبح في بطن الحوت، قيل وروي أن الملائكة سمعت تسبيحه وقالت يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة. فلولا أنه كان من المسبحين، دعاء يونس في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. فيونس عليه السلام كان صاحب هذا الدعاء العظيم، فلم تحدث به العقوبة ولم يبقى في بطن الحوت، ولم تقضي عليه عصارة الحوت الهاضمة ولا الإفرازات والشحوم التي يمكن أن تخنقه خنقا أو أن تحوله إلى وجبة غذائية لهذا الحوت. إن تسبيحه لله سبب قدر الله أن ينجيه من أجله، ولو لم يتحقق هذا السبب ما كتبت ليونس النجاة. إذن في رصيد سابق، وهذه أهمية أن يكون المسلم والمسلمة عندهم رصيد، هذا مهم جدا ينفع في وقت الشدة. لو واحد الآن يدخر مثلا في أيام الرخاء، يدخر يعني 7 سنوات رخاء ادخروا منها، ثم تأتي 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهم. الواحد يدخر الأموال في أوقات الرخاء حتى إذا جاء كما يقولون القرش الأبيض واليوم الأبيض واليوم الأسود، مع الأيام لله عز وجل ما يسب الدهر يعني، ولا يقال يوم أسود، وإنما ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى. فتنفع المدخرات يعني في وقت الشدة، تنفع المدخرات، الناس يدخرون يشترون ذهبا إذا صارت شدة باعوه، قالوا هذا ادخرناه ليوم الشدة. كذلك فإن الإنسان لا يخلو من الشدائد، ممكن تجي أمراض، حوادث، حروب، ابتلاءات، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة بقي في هذا السجن. لكن الله من عليه وطرحه الحوت، قال فنبذناه بالعراء، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، طرحناه وتركناه بالعراء بالصحراء المكان الخالي وجه الأرض شاطئ البحر الذي يكون غالبا رمليا،
ما عليه نبات ولا شجر، لكن في هذه المرة أنبت الله شجرة من يقطين في مكان ما ينبت فيه اليقطين، ما ينبت فيه اليقطين في العادة. طرحه الحوت مثل الصبي المنفوس، لم ينقص من خلقه شيء، طرحه وهو سقيم مريض من طول لبثه في بطن الحوت، صار ضعيفا هزيلا مريضا، لفظه بالعراء وتداركته نعمة الله. ولو ما تداركته نعمة الله يعني لكان له قصة أخرى. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، الدباء المعروف، ولكل شجرة ليس لها ساق يفترش ورقها على الأرض يقال لها يقطينة، نحو الدباء والبطيخ والحنظل، فإن كان لها ساق يقلها فهي شجرة فقط، وإن كانت قائمة بعروق تفترش فهي نجمة، وجمعها نجوم، النجم والشجر السودان. وقيل اليقطين هو الدباء المعروف وليس هو هذا العموم، على أي حال هذه أقوال. ويقال إن اشتقاق اليقطين من قطن بالمكان إذا أقام به، وقيل هو اسم أعجمي لم يشتق، وقيل إنه لا ينزل عليه ذباب، ويمكن يكون اليقطين من خصائصه أنه يطرد الذباب. جربوا هذا وانظروا هل هذا ما قاله أهل اللغة صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب القرع ويقول إنها شجرة أخي يونس، فالله أعلم بصحة الرواية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان يحب الدباء وأنه يتتبعها في القصعة. وأنس قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ، لكن هل لأنه كانت شجرة أخيه يونس أو لسبب يعني يضربها علماء الأصول مثلا على سنة العادة ليست مجالا للاقتداء، ليس يؤجر الإنسان على الاقتداء بها، يعني إذا أكل دباء يؤجر، لكن يؤجر على المحبة، على محبة النبي عليه الصلاة والسلام وليس على أكل الدباء. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، الكلام هنا على قوم نينوى وأهلها، كانوا 100,000 بل زيادة على 100,000. الله عز وجل يعلم الحقائق، ممكن واحد من الناس يشك، إذن هنا ليست للشك، أو ليست للشك، ممكن واحد مقدر عالم إحصاء يقدر ويشك يقول أو، لكن هنا من الله بل يزيدون على ذلك في أحد الأقوال. وهذا كقول الله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني بل هو أقرب من لمح البصر. وقيل المعنى أرسلناه إلى جماعة لو رأيتموهم أنتم يا أيها البشر لقلتم إنهم 100,000 أو أكثر، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. إذن هنا صار في يعني حالة فريدة في قوم يونس عليه السلام، أن يونس بن متى كما قال ابن كثير رحمه الله لما بعثه الله إلى قرية نينوى وهي قرية من أهل الموصل، من أرض الموصل، دعاهم إلى الله فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم، فخرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم ووعدهم بالعذاب بعد 3، فلما تحققوا منه ذلك وعلموا أن النبي لا يكذب ندموا رجعوا وخرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم، وفرقوا بين الأمهات وأولادها وتضرعوا إلى الله وقاموا يجأرون ويلحون، ورغت الإبل وفصلانها وخارت البقر وأولادها وثغت الغنم وسخالها، فرفع عنهم العذاب على ما قيل. على يتحال ثبت من القرآن الكريم أنهم رجعوا ندموا حاولوا اللحاق بنبيهم. فمتعناهم إلى حين إلى منتهى آجالهم، إلا قال سبحانه وتعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ومتعناهم إلى حين، لولا هذا الندم والإيمان والخروج ومحاولة لحوق النبي والتوبة إلى الله، وإلا كان نزل عليهم العذاب، نزل عليهم العذاب. والله سبحانه وتعالى قال فاصبر لحكم ربك، يصبر نبيه صلى الله عليه وسلم حتى لا يستعجل على قومه، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، يعني خرج من البلد قبل أن يؤمر بالخروج،
لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فالله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر أكثر على تكاليف الدعوة وعلى أذى قومه، وأن لا يكون كفعل يونس عليه السلام حين غادر قومه بدون إذن من الله سبحانه وتعالى. وعرفنا من هذه القصة أن الدعاء سبب للنجاة من الشدائد، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وعرفنا فضل هذه الكلمة العظيمة وهي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يكفي أن يشكو الحال، ويكفي أنه يدعو بالتهليل، ويكفي أن يعترف بالظلم، وهذا لوحده دعاء. يعني في وقت الشدة تهليل مع اعتراف بظلم النفس، هذا وحده كافي أن يكون دعاء. ثم إن كثرة الأعمال الصالحة سبب للنجاة في الشدائد، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ثم إننا ينبغي أن نحذر الغضب، لأن الإنسان قد يغضب في الدعوة، وقد يكون هذا الغضب غير صحيح وليس في مكانه الصحيح، ولذلك الواحد يحاول أن يتباعد من الغضب، أسباب الغضب، والغضب يعني من النار وشعلة من إبليس. ولذلك فإن الإنسان إذا غضب ما استطاع أن يتخذ القرار الصحيح، لكن هناك غضب صحيح وهو الغضب لله سبحانه وتعالى، وليس الغضب للنفس. والنبي عليه الصلاة والسلام ما غضب لنفسه، وإنما كان يغضب لله عز وجل. في القصة في درس عظيم للدعاة لله سبحانه وتعالى في الصبر على المدعوين، وأنهم لا يتركون هؤلاء المدعوين، وإنما يواصلون دعوتهم ويتذكرون ما كان لنبي الله يونس عليه السلام. وعموما الأنبياء أهل صبر عموما، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فالصبر مطلوب من الدعاة، والله سبحانه وتعالى قد لا يفتح لهم المغاليق مباشرة وإنما بعد حين. ومما يعين الدعاة على تفهم هذا الأمر أن يعلموا أن الناس ليسوا سواء في الاستجابة، فمنهم المسرع ومنهم المبطئ ومنهم المعرض الذي لا يستجيب أبدا. ولذلك فإن الإنسان لا ييأس، وربما الآن يعرض عنه ثم يستجيب له، ربما الآن ينفر منه ثم يقبل عليه. وأن العمل الصالح لا ينفع فقط أحد الناس وعامة الناس، ينفع الدعاة الله سبحانه وتعالى الذين لا بد أن يغتنموا أوقات الرخاء ليزدادوا رصيدا عند الله وينجيهم من الشدائد سبحانه وتعالى. وأن المؤاخذة في الدنيا على قدر منزلة الداعي، يعني ممكن الله عز وجل يشدد على عبد بفعل أكثر مما يشدد على واحد ثاني أقل منه منزلة يفعل نفس الفعل، يفعل نفس الفعل. فالمؤاخذة قد تكون على قدر منزلة الداعي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لما سئل أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نلاحظ هنا في القصة الإسراع بالرجوع عن الخطأ والتوبة من المعصية، فنادى في الظلمات. وكذلك فإن في رجعة يونس إلى الله اعتراف بظلمه لنفسه، وهذا من تواضع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بكتابه، وأن يجعلنا ممن يتعظ به ويعتبر إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد.